يضعون خطواتهم الأولى خارج ديارهم ولا يدرون إن كانوا سيعودون إليها مجددا. يتبدد أمامهم في تلك اللحظات كل شيء، ذكرياتهم، أفراحهم، لحظاتهم السعيدة وغيرها في تلك الديار. وبعد أن يتجاوزوا الخط الفاصل بينهم وبين مناطقهم، لا تتوقف معاناتهم بل تبدأ لتتشكل من جديد. تواجههم نظرات الريبة في كل مكان يصلونه، وتلاحقهم سخرية القدر التي ظلوا يهربون منها لشهور طويلة. أما عن أوضاعهم بعد النزوح فهو فصل لمأساة جديدة. منذ بداية حرب الانقلاب شهدت مناطق المواجهات العسكرية حالات نزوح تفوق ما شهدته في فترات تاريخية سابقة، ما يقارب 3 ملايين شخص نازحين داخليا بحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة، فيما تواجه آلاف الأسر النازحة من مديريات الساحل الغربي وشبوة وتعز أوضاعا هي الأصعب على الإطلاق نتيجة افتقارها لأدنى مقومات الحياة. مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن المعارك المستمرة في اليمن أرغمت أكثر من 32 ألف شخص على الفرار من ديارهم في الشهرين الماضيين. المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو أوضحت أن تصاعد المعارك في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وشبوة تسببت في موجات نزوح جديدة. لا يمر يوم إلا ويعيش فيه الهاربون من سعير الحرب أوضاعا إنسانية قاسية، فلا منظمات إنسانية قادرة على تغطية المساعدات لهم ولا جهات رسمية تمكنت من احتواء مأساتهم.